دي نقطة بقى اللي جاية دي في منتهى الأهمية والناس كلها عايز تفهمها، وأنا من الناس اللي عايز أفهمها برضو. دلوقتي فيما يخص الفرق اللي هتشارك في البطولات الأفريقية الموسم اللي جاي، هيتحدد على أساس إيه؟ ما هي اللائحة واضحة بتاعت كل سنة. آه. إن يكمل الدور الأول والاتحاد الأفريقي يختار قبلها. أو هو حدد قبلها آخر ميعاد. فبالتالي بناخد بالدور الأول زي الموسم اللي فات. اللائحة ما اتغيرتش. ما اتغيرتش. لا اللائحة ما اتغيرتش. بشكل واضح. تمام. بالمناسبة حتى لو الأهلي والزمالك مش موجودين. لا دي لائحة. اه دي لائحة ما فيهاش. طيب.